السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة، بشعار عاش المغرب لا عاش من خنا ولا غالب إلا الله. نمر إلى العناوين. الملك محمد السادس يرسل رسالة إلى أمير ليشتنشتاين لهذا السبب. الكبرانات يعتقلون علي بالحاج أحد مؤسسي الفيس وهو في طريقه إلى السفارة الإسبانية بعد انفراج الأزمة. بيدرو سانشيز يزور المملكة المغربية. إسبانيا: نحن مستعدون للاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية، لكن لنا شرط، والشرط أزعج جميع المغاربة. الملك محمد السادس يفقد الجزائر والبوليزارية عقلهم بهذا المشروع الضخم في قلب القرقرات. ما سر رسو سفينة حربية روسية في ميناء الجزائر؟ اختراع مغربي سينقذ المملكة المغربية والعالم من الفيضانات وينقذ أرواح. بريطانيا تدخل على الخط وتواجه صفعة قوية لتبون وشنقريحة دفاعا عن المملكة المغربية. كندا تشيد بجاهزية المملكة المغربية وقوتها. ماكرو يستفز المملكة المغربية والمغرب يرد عليه بقوة. عاجل وسري: المخابرات المغربية توجه صفعة للجزائر وإيران وتفتح مخططهم السري لضرب أمن واستقرار المملكة المغربية في الصحراء المغربية. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى هانس آدم الثاني أمير إمارة ليشتنشتاين إثر وفاة زوجته الأميرة ماري. ومما جاء في برقية جلالة الملك محمد السادس: لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة زوجتكم الأميرة ماري. وقال جلالته: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الجليلة عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالة الملك محمد السادس: وتفضل صاحب السمو بقبول أصدق مشاعر تعاطفي مقرونة بأسمى عبارات تقديري. أكدت الإعلامية الجزائرية منار منصوري أمس الاثنين 23 غش 2021 أنه تم اعتقال المواطن علي بن حاج وهو في طريقه للسفارة الإسبانية. وأضافت المتحدثة ذاتها في منشور فيسبوكي أنه تم اقتياده لوجهة مجهولة. يشار إلى أن علي بن حاج هو أحد مؤسسي حزب الجبهة الإسلامية لإنقاذ برفقة الراحل عباس ملي، وكان الحزب قد اكتسح الدورة الأولى من الانتخابات خلال التسعينيات قبل أن ينقلب عليه النظام الدكتاتوري العسكري الجزائري على نتائج صناديق الاقتراع ويلغي الترخيص للحزب بممارسة السياسة ويعتقل قيادته. فانطلقت العشرية السوداء آنذاك، ومؤخرا كان بالحاج ينشر فيديوهات يتحدث فيها بموضوعية للجزائريين وبدون تزلف لنظام الكابرانات. أعادت عدد من الصحف الإسبانية موضوع القمة المغربية الإسبانية التي كان يعول عليها الجانب الإسباني لحسم ملفات عالقة على رأسها الهجرة وإغلاق معبر مليليا والسبتة إلى الواجهة بعدما جرى تأجيلها عدة مرات. في هذا الإطار كشفت صحيفة لاراتونا الإسبانية أنه بعد 3 أشهر من التوترات بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا على خلفية استقبال هذه الأخيرة لزعيم جبهة الصنادلية الانفصالية، يبدو أن الحياة الطبيعية تعود إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن عودة العلاقات يمكن أن تسمح بعقد القمة المغربية الإسبانية التي طال أمدها. وقالت الصحيفة ذاتها إنه على الرغم من هذا التطور الذي شهدته العلاقات المغربية الإسبانية بعد الخطاب الملكي وتفاعل إيجابي من الجانب الإسباني، لا تزال الزيارة الرسمية لسانشيز إلى المملكة المغربية معلقة منذ انعقاد القمة الأخيرة بين بيدرو سانشيز والملك محمد السادس في المملكة المغربية في عام 2018. واعتبرت الصحيفة ذاتها أنه خلال هذين العامين والنصف العام وجهت المعارضة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز اللوم ودعته إلى التعامل الأفضل مع الدولة المجاورة والحليف في أمور مهمة مثل الهجرة والإرهاب.
وكانت القمة المغربية الإسبانية التي تعقد كل سنة بين البلدين توقفت منذ سنة 2018 حيث تم تأجيلها من طرف المملكة المغربية لعدة مرات، وذلك بسبب موقف مدريد فيما يتعلق بمغربية الصحراء. قالت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية أن الملك محمد السادس يود التفاوض مع إسبانيا في حوار بلا حدود أو محرمات حول قضايا مثل سبتة وملية والمياه الإقليمية والصحراء. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن إسبانيا لا تمانع الخوض في مفاوضات حول ملف الصحراء إذا حصلت على ضمانات بشأن سبتة وملية. وأوردت الصحيفة أنه على المدى القصير فإن الخطوة الأولى هي أن تعيد الرباط سفيرها إلى مدريد ويزور ألبانيس الرباط. إذا سارت الأمور على ما يرام فيمكن التحضير لاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين. وأفادت الإسبانيول أن مدريد إذ حصلت على ضمانات حول عدم المساس بسبتة وملية فستبادر إلى تغيير موقفها الجامد من قضية الصحراء، وهي نفس القضية التي فجرت غضب الرباط بعد استقبالهم زعيم الانفصاليين إبراهيم رخيص. وتشير صحيفة الإسبانيول إلى أنه تم إجراء محادثات سرية بين وزير الخارجية الجديد خوسي مانويل ألفاريز ونظيره المغربي السيد ناصر بوريق ما أدى إلى هذا التغير المفاجئ في العلاقات. الصحيفة قالت أنه ما طمأن الملك محمد السادس أكثر هو تدخل الملك فيليب السادس على الخط نظرا لقوة العلاقات التي تجمع الأسرتين الملكيتين منذ عهد خوان كارلوس. الصحيفة قالت أن آخر الوقائع التي تبين عودة العلاقات بين البلدين هو الطرد الجماعي لواحد وأربعون مهاجرا من جنوب الصحراء وصلوا يوم السبت الماضي إلى جزيرة تيرا المحتلة على بعد 100 متر من الحسيمة، حيث سلم الحرس المدني 15 رجل وست قاصرين وعشرون امرأة، ست منهم حوامل للدركة الملكية. تقول آخر المعطيات المتوفرة أن المغرب سيقوم بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة القرقرات بقيمة 12 مليون ونصف المليون درهم، وستشتغل المحطة بتقنية التناضح العكسية، وستتألف من وحدتين مدمجتين للمعالجة والتحلية بطاقة إنتاجية لا تقل عن 423 مترا مكعب في اليوم الواحد. كشفت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الاثنين عن رسو سفن حربية روسية في ميناء الجزائر لمدة 3 أيام، وحسب بيان أصدرته الوزارة قام الوفد الروسي رفقة ملحق الدفاع والملحق البحري والجوية لدى السفارة الروسية بالجزائر خلال فترة التوقف بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى للناحية العسكرية الأولى بالجزائر. وحسب المصدر الجزائري يهدف هذا التوقف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكرية الثنائية بين القوات الجزائرية والقوات البحرية الروسية بين مزدوجتين. وتعتبر الجزائر حلقة رئيسية في سياسات روسيا الخارجية ليس فقط نتيجة لاعتبارات الأيديولوجية القديمة التي تميز العلاقات الجزائرية الروسية منذ استقلال الجزائر، بل تتعدى ذلك إلى العمل أيضا على تطوير المصالح الاقتصادية بالتركيز على 3 قطاعات رئيسية وهي الطاقة، النفط والغاز المجاني الذي يدفع إلى روسيا، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية والتعاون العسكري، لأن الجزائر تشتري كل الخردة الروسية. تمكن فريق من جامعة الملك محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية بمدينة بنغرير من ابتكار مادة مجمعة لحل أزمة ركود المياه الأمطار والفيضانات وغرق المدن المغربية. والمادة عبارة عن مسحوق من صخور طبيعية تنشر قبل هطول الأمطار في الأماكن التي تعاني من الغرق كل شتاء، وذلك بالتعاون مع الأرصاد الجوية. وتقوم المادة بامتصاص مياه الأمطار وبالتالي تمنعها من الركود وتحمي حياة المواطنين والممتلكات وتسهيل بالتالي حركة المرور والمواصلات. ويعمل حاليا الفريق التقني على تطوير هذه المادة لاستخدامها في أغراض الري والزراعة. والمادة المجمعة هي عبارة عن خليط من عدة مواد ومصدرها مسحوق صخور طبيعي صديق للبيئة وممتص للمياه، تقوم بتقليل المياه الزائدة وبالتالي تقليل الأضرار الناتجة عنها وعن غرق الشوارع والمنشآت، ولها خواص كيميائية وميكانيكية تقوم بالتفاعل مع مياه الأمطار بمجرد سقوطها وبالتالي تقليل من نسبة حدوث الفيضانات.
قالت صحيفة العرب أونلاين البريطانية أرى أن الأزمة في الجزائر داخلية، إنها أزمة نظام مريض، يظن أن التصعيد مع المملكة المغربية هو الحل في حين أن الحل في مكان آخر، الحل في اعتماد التواضع والواقعية وامتلاك الجرأة في القيام بعملية نقد الذات والتخلص في الوقت ذاته من عقدة المغرب. هذا وكانت الجزائر بقيادة تبون وشنقريحة قد اتهموا المملكة المغربية بافتعال حرائق الغابات في تيوزي وزو وبجي. أشادت كندا بالعمل الذي تقوم به القوات الجوية الملكية في إخماد عدد من الحرائق التي اندلعت مؤخرا وكان أضخمها حريق شفشاون. السفارة الكندية بالمملكة المغربية نشرت صورة لطائرات كنادير التي اقتناها المغرب من كندا والمتخصصة في إطفاء الحرائق، وعلقت عليها بالقول موسم الحرائق لم ينتهي بعد في المغرب. نجحت طائرات كنادير التابعة للقوات الجوية الملكية هذا الأسبوع في إطفاء الحريق بالقرب من شفشاون في شمال المملكة المغربية، وقدمت السفارة الشكر لأطقم الطائرات حيث قالت أنهم يخاطرون لحماية السكان من تأثير الحرائق المدمرة. عقب وضع فرنسا المغرب في القائمة الحمراء وهي قائمة البلدان المصنفة في خانة المعرضة للخطر فضلا عن عدم اعترافها باللقاح الصيني سينوفارم، عبر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية لتدبير كورونا عن عدم فهمية عدم اعتراف فرنسا باللقاح الصيني المضاد للفيروس. وقال الإبراهيم إن المستفز هو إدراج فرنسا ملقحي سينوفارم في خانة غير الملقحين متسائلا بأي دليل علمي، وتابع تساؤله هل على الملقحين بسينوفارم التلقيح بفايزر حال وصولهم إلى فرنسا وعلى أي أساس علمي؟ وشدد البروفيسور نفسه عبر تدوينة مطولة لها على أن البحث الأول من نوعه يبين أن سينوفارم يحمي ضد تطور كل الأعراض بنسب مختلفة لكن يحمي بنسبة فوق 90 الحالات الحرجة. على ما يبدو أن المخابرات المغربية لها دلائل قاطعة على تعاون جزائري إيراني ضد مجموعة من الدول العربية ومنها المملكة المغربية. تصريح وزير الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الفارط لم يكن اعتباطيا. الجزائر أضحت مرعوبة بشدة وتخشى من ما هو قادم، ففي مفاجأة من العيار الثقيل أكدت مصادر متطابقة أن المخابرات المغربية فضحت مخططا دنيئا جزائريا يهدد أمن وسلم المملكة المغربية واستقرارها، حيث كشف ذات المصدر أن مخططا إيراني جزائري كان يستهدف خلق بلبلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وذلك تزامنا مع الانتخابات التشريعية المسمع إقامتها الشهر المقبل. نفس المصدر أكد أن النظام العسكري الدكتاتوري الجزائري يعيش رعبا شديدا بعد تأكد الأخير أن المغرب يمتلك أدلة دامغة وقوية لمخطط جهنمي تتزعمه الجزائر وإيران لضرب استقرار المملكة المغربية. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.